ما المقصود بقوله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها؟ فالمقصود هو الله تعالى أعلم بقوله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، هو أن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان علامة على قرب قيام الساعة. قال الشنقيطي في أضواء البيان: التحقيق في أن الضمير في قوله وإنه راجع إلى عيسى، ليس إلى القرآن الكريم ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله لعلم للساعة على القول الحق الصحيح الذي يشهد له القرآن العظيم والسنة المتواترة، هو أن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان حيا علم للساعة، أي علامة لقرب مجيئها، لأنه من أشراطها الدالة على قربها.